بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في الرياء، أي من النهي والتحذير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هو مشتق من الرؤية، الرياء مأخوذ من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها ويحمدون صاحبها. الرياء إظهار العبادة ليراه الناس ويحمدونه ويمدحونه، وهذا الرياء يحبط العمل. إذا قصد بذلك رياء الناس لا يقبله الله عز وجل. هو مشتق من الرؤية، الرياء مأخوذ من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها ويحمدون صاحبها، فهذا العمل لا يقبله الله. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله، أن يخبر الناس بعمله. فعلينا أن نحذر الرياء ونقصد وجه الله جل جلاله. وقول الله تعالى: قل، الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له، أوحاه إلي. فمن كان يرجو لقاء ربه، أي يخافه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله أحدا نكرة في سياق النهي تعم، أي أحد، لا تقصد إلا وجه الله لا غيره. وهذا العموم يتناول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والملائكة عليهم السلام، والصالحين، والأولياء أي المؤمنون المتقون وغيرهم. لا تشرك بالله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غير ذلك. اعبد الله واقصد وجه الله لا غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما اللقاء، ومن كان يرجو لقاء ربه، أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف رحمهم الله بما يتضمن المعاينة، وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. المؤمنون يرون الله في الدار الآخرة. اللهم ارزقنا النعيم بالنظر إلى وجهك العظيم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية: أي كما أن الله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي
أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة، أن يكون العمل خالصاً لوجه الله تعالى موافقاً لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله عليهم الصلاة والسلام هو إفراده تعالى بأنواع العبادة، أن تفرد بالعبادة الله لا غيره، فلا ندعو إلا الله، ولا نستعين إلا به، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نخاف إلا إياه، ولا نذبح ولا ننذر إلا له، لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. وجميع المخلوقات كلهم عبيد لله عز وجل، لا يملكون شيئا. كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يفتتحون الدعوة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فيجب علينا أن نخلص العبادة لله، وندعو الناس إلى ذلك، ونحذر الشرك، ونحذر الناس عن الشرك. إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام، الذين خالفوا هذا التوحيد أقسام: إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته، هذا مخالف للتوحيد، يدعو الناس إلى عبادته من دون الله، كما يوجد من بعض الذين يسمون أنفسهم الصوفية الضالة، يقول لأصحابه: تراب القبر لا يحجبني عنكم، ادعوني فإني أسمع ذلك، يأمرهم أن يعبدوه من دون الله. هذا طاغوت يدعو الناس إلى عبادته من دون الله، أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان. الثاني: طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، يدعو الناس إلى عبادة القبور وإلى دعاء غير الله والعياذ بالله. كبعض الضلال الذين يجلسون عند القبة يزينون للناس الشرك، هؤلاء طواغيت يدعون الناس إلى عبادة الأوثان والعياذ بالله. ومن الطواغيت مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها. المشرك الذي يدعو غير الله طاغوت، أو شاك في التوحيد. الطاغوت الرابع الذي يشك في التوحيد، أهو حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته؟ الشك كفر والعياذ بالله. فلا بد أن تستيقن أن العبادة لله، وأن غير الله لا يملك شيئا. أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى، هذا أيضا طاغوت. وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم. فهؤلاء طواغيت يجب أن نحذر ذلك. الذي
يدعو الناس إلى عبادته، والذي يدعو الناس إلى عبادة غير الله، والذي يشك في التوحيد والعياذ بالله، أو الذي يجهل ويزعم أن الشرك دين والعياذ بالله، فهؤلاء الطواغيت يجب أن نحذرهم ونحذر الناس عنهم. لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم في دين المرسلين انتشر الشرك والعياذ بالله، وهناك قبور بنيت عليها القباب، الناس يدعونها من دون الله، يدعون الميت الذي تحت القبة وينذرون له ويخافونه، فهذا كفر وضلال والعياذ بالله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، جميع المخلوقات من ملائكة وأنبياء وغيرهم كلهم عبيد لله عز وجل، لا يملكون شيئا. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والبدع والضلال، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. الله غني، لا يقبل العمل الذي فيه شرك، فهو غني لا يقبل إلا العمل الخالص لوجهه، وأما العمل الذي صاحبه أشرك فيه غير الله فلا يقبل الله ذلك العمل. فعلينا أن نحذر الشرك ونحذر الرياء والسمعة، ونخلص أعمالنا لوجه الله جل جلاله. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم رحمه الله. قوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. ولابن ماجه رحمه الله: فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. قال الطيبي رحمه الله: الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل، والله لا يقبل العمل الذي فيه رياء. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا، أي رياء خالصا كحال المنافقين والعياذ بالله. المنافق يعمل لأجل الناس ليراه الناس، لا يؤمن بالله ولا يقصد وجه الله، نعوذ بالله. والعمل لغير الله أقسام: القسم الأول فتارة يكون رياء محضا، أي رياء خالصا كحال المنافقين والعياذ بالله، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أعوذ بالله. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة أو الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز أي قليل. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، الذي يريد رياء الناس لا يقبل الله ذلك العمل، وأن صاحبه يستحق المقت أي البغض من الله والعفو والعقوبة على ذلك. القسم الثاني وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء،
فإن شاركه من أصله أي من أوله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. إذا نوى الرياء من أول العمل يريد وجه الله ويريد رياء الناس من أصل العمل فذلك العمل لا يقبل أبدا. وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وحديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، ومن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، أنا عنه غني. فيجب علينا أن نبتعد عن الشرك والرياء والسمعة. رواه أحمد رحمه الله. وذكر أحاديث بالمعنى ثم قال: وإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة الخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية. الذي يجاهد في سبيل الله يريد وجه الله ويريد الغنيمة، فهذا أجره ناقص، بل عليه أن يقصد وجه الله جل جلاله، لا يقصد حطام الدنيا. قال ابن رجب رحمه الله، وقال الإمام أحمد رحمه الله: التاجر والمستأجر والمكري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله ولا يخلط به غيره. الذي يجاهد ويريد التجارة، أو يجاهد وهو أجير يخدم عم صاحبه، أو الذي يؤجر بعيره أو فرسه، فهؤلاء أجرهم على قدر نياتهم ليس أجرا كاملا. فعلى المسلم أن يقصد وجه الله ولا شيء غيره. وقال أيضا في من يأخذ جعل الجهاد، إذا قال أحد أهل الأموال: من يغزو أعطيه كذا وكذا، فإذا أراد نفس المال يأخذ جعل الجهاد، إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، إن أعطي شيئا أخذه. وأما إذا لم يخرج إلا للدنيا فعمله لا يقبل. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو وعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، يعني خرج للجهاد ولكن رزق الغنيمة. إذا أجمع أحدكم على الغزو وعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، إذا كانت نيته الجهاد. وأما إن أحدكم أعطي دراهم غزا، وإن لم يعط لم يغزو، فلا خير في ذلك. إذا كان قصده الدراهم لا خير في ذلك. وروي عن مجاهد رحمه الله أنه قال: وحج الجمال وحج الأجير وحج التاجر هو تام لا ينقص من أجرهم شيء. الجمال الذي عنده جمل وأجره وحج وأجر جمله، فحجه تام إذا أدى المناسك على وجهها. وحج الأجير إذا كان أجير يخدم صاحبه وحج ولكن أدى المناسك فحجه
تام، وحج التاجر الذي خرج للحج ويتجر إذا أدى المناسك ويريد وجه الله لا بأس، وحج الجمال الذي يؤجر جمله، وحج الأجير الذي يخدم صاحبه، وحج التاجر هو تام لا ينقص من أجرهم شيء، أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. قال: وأما إن كان أصل العمل لله، يعني يريد وجه الله، ثم طرأ عليه نية الرياء، ثم وسوس له الشيطان بنية الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفعه، يعني دفع وسوسة الشيطان ولا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه، يعني غير نيته ودخل فيه الرياء، فهل يحبط عمله أم لا؟ فيجازى على أصل نيته. في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف رحمهم الله، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير رحمهم الله، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، يعني النية الخالصة، وهو مروي عن الحسن رحمه الله وغيره. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، يعني هو يعمل ابتغاء وجه الله ولكن الناس يثنون عليه، وهو لم يقصد ثناء الناس، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، إذا كان يريد وجه الله والناس يمدحونه وهو لم يرد بذلك فلا يضر، وأما إذا نوى مدح الناس فيكون رياء. قلت: وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد رضي الله عنه إن شاء الله تعالى. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ شيء أخافه عليكم أعظم من خوفي من الدجال. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ اللهم أعذنا من فتنة المسيح الدجال ومن جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: بلى، أي أخبرنا صلى الله عليه وسلم. قال: الشرك الخفي. فالرياء خطر عظيم يخافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم الرجل ويصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يصلي وحوله ناس وهو يطول الصلاة لأجل أن يمدحوه، فهذا الرياء يحبط العمل، وهو أخطر من فتنة الدجال. يجب علينا أن نجاهد أنفسنا ونقصد وجه الله جل جلاله. قال المعلق: حديث حسن، رواه أحمد رحمه الله، وروى ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: خرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر، أن يظهر أنه يعبد الله ولكن في نيته أنه يريد مدح الناس، نعوذ بالله. قال المعلق: حديث صحيح، رواه ابن خزيمة رحمه الله. فيجب علينا أن نجاهد أنفسنا ونحذر الرياء والسمعة. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والرياء والسمعة والبدع والضلال، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات.
قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وتقدم، قوله الشرك الخفي سماه خفياً لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر وهو يبطل العمل. رواه ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتاب الإخلاص، وابن جرير رحمه الله في التهذيب، والطبراني والحاكم رحمهم الله وصححه. قال المعلق صحيح، حديث صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله وأما الشرك الأصغر فهو كيسير الرياء أي قليل الرياء والتصنع للخلق أن يزين صلاته لرؤية الناس، والحلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك، لا يجوز الحلف بغير الله. وقول الرجل للرجل ما شاء الله وما شئت، إذا قال إنسان لآخر ما شاء الله وما شئت يكون هذا شرك، لأن المشيئة كلها لله، أما العبد مشيئته تحت مشيئة الله، لا يجوز أن تقول ما شاء الله وشئت. إن كان ولا بد تقول ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تدل على الترتيب، وأما ما شاء الله وشئت هذا شرك، لأن الواو تفيد المساواة، وهذا من الله ومنك. لا تقول إذا إنسان أحسن إليك تقول هذا من الله ومنك، هذا شرك. تقول هذا من الله إن كان ولا بد تقول ثم منك، لا تقول هذا من الله ومنك، لأن العطف بالواو يفيد التسوية. وأنا بالله وبك هذا شرك، تقول أنا بالله ثم بك إذا كان هذا الإنسان يقدر أن يعينك على شيء من أمور الدنيا. ومالي إلا الله وأنت هذا شرك، تقول لا مالي إلا الله ثم أنت، وأما تقول مالي إلا الله وأنت هذا شرك، لأن العطف بالواو يفيد التسوية. وأنا متوكل على الله وعليك هذا شرك، لا يجوز لا بثم ولا بغير ثم، فالتوكل لا يكون إلا على الله، التوكل لا يجوز حتى بثم. ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، هذا أيضا شرك، وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. إذا كان يقصد أن هذا المخاطب يقدر أن يضر وينفع يكون شرك أكبر، فعلينا أن نحذر كل ذلك ونخلص أمورنا لله ونوحد الله جل جلاله. ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وكذلك المتابعة، لا بد أن يكون العمل لوجه الله خالص، وأن يكون موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا لوجه الله ولم يكن صوابا أي لم يكن موافقا للسنة لم يقبل، وإذا كان صوابا موافقا للسنة ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وفي الحديث من الفوائد شفقة النبي أي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته
ونصحه لهم، حيث حذرهم عن الرياء، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف الرياء على سادات الأولياء، الصحابة أفضل المؤمنين، يخافه على سادات الأولياء أي أفضل المؤمنين مع قوة إيمانهم وعملهم، مع ذلك خاف عليهم الرياء، فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره. فيجب علينا أن نخاف الشرك الأكبر والأصغر. اللهم طهر قلوبنا من الشرك كله يا رب العالمين.